مش معقول. معقول؟ مش معقول. شقاوة كبار. بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي هيطلبنا في ساعة زي دي؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. هالو. أيوة أنا مكرم. مين؟ علوي بيه. علوي بيه؟ خير يا علوي بيه؟ في حاجة؟ إيه؟ إزاي أجيلك دلوقتي؟ تعرف الساعة كام؟ الساعة 3 صباحا. تروح له فين؟ البيت؟ قضية إيه دي اللي تبقى ساعة 3 بعد نص الليل ولما تكون 60 مستعجلة حتى؟ هيجرى لها ايه بس لما تستنى للصبح؟ هتحمض. اسمع يا علوي، روق كده ونام وسيبنا نام انا كمان. ها؟ لا ما عنديش محكمه بكره. حاضر حاضر، 8 صباحا هستناك في المكتب. مع السلامه. ايه الحكايه؟ مش فاهم، ده بيكلمني وهو عصبي قوي ومتوتر. بس دي قله ذوق. معلش، ما هو كل واحد عنده مشكلة بيتهيأله إن الحياة وقفت عندها. تصبح على خير. وأنت من أهله. يا ساتر يا رب، يا ترى مين تاني؟ اللهم اجعله خير. ألو. أيوه أنا مكرم. أهلاً أهلاً، عصمت هانم. عصمت هانم؟ خير. إيه؟ أجي دلوقتي؟ ازاي بس يا عصمت هانم؟ ما هو لسه علوي بيه قافل السكه من شويه وقلت له ان هستناكم في المكتب الساعه 8. ليه؟ طيب على العموم على كيفك. حاضر حاضر، قابله هو الساعه 8 وقابلك انت الساعه 10. حاضر، وهو كذلك. تصبحي على خير. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه. ولا انا. مش هما الاتنين بيتكلموا من البيت؟ ايوه، لكن كل واحد فيهم عاوز يقابلني لوحده. غريبة. اهلا 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 علوي بيه. ايه يا سيدي بقى حكاية تليفونات الفجر دي اللي؟ اسمع يا مكرم، من غير لا توعجل، انا وعصمت لازم نخلص. تخلصوا؟ يعني ايه؟ يعني نسيب بعض، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا علوي؟ انت اكيد مش في وعيك. انت عندك كام سنة؟ 62. وعصمت هانم؟ 55، ومغلطة ربنا في 20. يا راجل يا راجل. امال ايه؟ دي تولدني. يعني شفت شهادة الميلاد بتاعتها؟ ايام ما اتولدت ما كانوش لسه اخترعوا شهادات الميلاد. انتوا بقالكوا كام سنة متجوزين؟ 30 سنة. 30 سنة وجاي النهاردة عاوز تخلص؟ ايوه يا اخي، خليني اعيش حياتي بقى. حياتك؟ طبعا، وعشان كده طلبتك بصفتك محامي. وممكن انك بصفتي محامي؟ لا، لكن بصفتي صديق. معلش، ثم انتوا عاوزين محامي ليه؟ اصله في بينا متعلقات كتيرة، البيت والعفش والفلوس اللي في البنك، علاوة على النفقة اللي هتشوفوها، كل ده نتفق عليه، وانت بقى تصيغه كده في ورقة قانونية عشان نمضي عليه. انا مش هعمل حاجة من دي. تبقى بتتخلى عن صديق وقت الديك. ما انا لازم اعرف الاول ايه اللي حصل بالظبط. الو. ايوه انا. صباح الخير. دي عصمت هانم. عاوز ايه؟ اقفل السكه في وشها. وطي صوتك يا اخي. ايوه يا عصمت هانم. ايوه 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 موجود. طب صبرك بس يا عصمت هانم. ارجوك امسكي اعصابك شويه، ما هو من حقه انه يحكي لي وجهه نظره. بتقول لك ايه الوليه دي؟ لا 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 لا، مفيش 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 يا اخي. على العموم يا عصمت هانم، انت معادك معايا الساعة 10 عشان اسمع منك وجهة نظرك، وانا في انتظارك. مع السلامة. اسمح بقى بأي حق تطلبك وانت مشغول في الميعاد بتاعي. تبقى قصدها بقى ولا لا؟ ما انا لازم اعرف ايه اللي حصل. هقول لك يا سيدي. ها؟ اللي حصل ها انه خلال 30 سنة جواز ما حصلش حاجة. نعم.
عاوز يحصل ايه بقى اكتر من كده؟ علوي ما تحاولش تقنعني ان مفيش حاجة حصلت بينكم امبارح. اذا كان حصل امبارح شيء فده كان بمثابة القشة الاسد من ظهر البعير زي ما بيقولوا. ما توهنيش. هقربها لك. افرض ان في حنفية بتنقط مية نقطة نقطة، والنقطة دي بتنزل على قالب حجر جرانيت باستمرار وفي نفس المكان لمدة 30 سنة، تحفره وتقسمه ولا لا؟ دي ممكن تفشفشه كمان. لكن تقدر تجزم بقى بأن آخر نقطة نزلت تبقى هي بالذات اللي فشفشته؟ لا طبعا. ده اللي حصل لجرانيت جوازنا، بارح نزلت عليه نقطة ضئيلة تافهة فشفشته، لكن الحقيقة دي الفشفشة دي كانت نتيجة ملايين النقط التافهة اللي نزلت عليه لمدة 30 سنة. عظيم عظيم. عاوز أعرف بقى إيه هي النقطة التافهة دي؟ معرفش، مش قادر أمسكها، مش قادر. ألو، أيوة يا عصمت هانم. لا لسه هنا يا ستي، انت تشرفي في معادك وانا هقابلك سواء هو موجود او مش موجود. ليه بقى عاوزاه يمشي من دلوقتي؟ هي عاوزك تطردي من مكتبك كمان؟ الله الله الله، السماعة. الله الله، سمحتيني. استنى يا علوي، شوفي بقى يا ولية انت. الله الله الله، سيب السماعة يا علوي، عيب كده. اوعى بقول لك سيبني عليها. استنى يا علوي امال. الأستاذ مكرم جوه؟ أيوه يا فندم. طب قولي صباح الخير قبلها يا عصمت هانم. موجود ولا مش موجود؟ يا فندم موجود موجود. يبقى أخشل. لا لا لا، من فضلك بلاش بلاش. ما أنا عندي ميعاد معاه. ميعاد حضرتك الساعة 10 ودلوقتي 9:30. اتفضلي اشربي الشاي في مكتبي لو سمحتي. هو لسه مبلط عنده جوه؟ اتفضلي معايا يا عصمت هانم. لغاية دلوقتي مش شايف أي حاجة في الكلام اللي قلته ده ممكن الاستناد إليك سبب أو مبرر للانفصال. اسمع يا علوي، تكونش عملت عاملة معينة وحاولت تخلي عصمت تسامحك قامت رفضت؟ عاملة؟ ولا لما أعمل عاملة هستنى العفو والسماح من ست الملاح دي؟ أمال إيه بس؟ تكونش بتغير عليها غيرة مرضية؟ أغير على واحدة قد أمي؟ لا 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 لا، بس أكيد كنت بتغير عليها زمان. ما تنساش إن عصمت كانت حلوة وهي صغيرة. عمرها ما كانت حلوة وعمرها ما كانت صغيرة. أهو كل الأزواج كده، مفيش زوج بيشوف مراته حلوة أبدا. لا، في زوجات حلوين. دول بيبقوا زوجات الآخرين. على العموم مهما حصل أو هيحصل فأنا أحب أشهد الست دي بحاجة واحدة، وهي أنها طول عمرها كانت ولا زالت سيدة فاضلة. عظيم عظيم، آدي نقطة لصالحها أحسن ما كانت تعيشك في شك وغيرة. بالعكس، دي الغيرة دي دليل الحب مهما كان مظهرها الكراهية والخناق. الغيرة فيها حركة والحياة عبارة عن حركة. الغيرة بتجري الدموية في العروق، إنما العقل والرزانة والهدوء بيقتلوا. 30 سنة عقل ورزانة وهدوء لما الواحد طق، فين الخلافات الطعمة؟ فين الخناقات اللذيذة؟ والخناقات لذيذة برضو طبعا يا أستاذ، إنما تصور بقى إنه لمدة 30 سنة ما تحصلش بينا خناقة واحدة إلا خناقة امبارح. حلو حلو، إيه اللي حصل امبارح بقى؟ في إيه تاني؟ الست عصمت وصلت بره وبتقول لي سيادتك هتخلصوا إمتى؟ أوف، ما أنا ما أقدرش أستنى أكتر من كده بقى. الله، هي جاية تسيبني بقى من هنا كمان؟ كفاية كده، ما هو لازم يكون في سوق بقى. انا هخرج لها. لا 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 لا، مالكش دعوه انت. روح يا ابني قول لها ان هكون تحت امرها لما الساعه تبقى 10 بالظبط. حاضر يا فندم. كمل كمل، ايه اللي حصل امبارح؟ هقول لك، قعدنا يا سيدي نتعشى بالليل زي العاده. واثناء العشاء كان في دردشه في اي كلام تافه زي العاده. خلصنا العشاء وقعدنا ساكتين زي العاده. جبت الجرنان وقعدت احل الكلمات المتقاطعه زي العاده. بعدين كلمتني بس يظهر ما سمعتش او ما خدتش بالي فما ردتش زي العاده. فعلا، لان دايما كلامها بيبقى هايف وروتيني وهو هو. بصيت لقيتها طاحت في وشي بطريقه غريبه. ايوه، نقطه الميه. يا بالظبط كده، لان عمرها ما علي صوتها علي قبل كده وقعدت تزعق فيا انت مش حاسس بوجودي؟ انا ست وليا كياني،
انت فاكر نفسك ايه؟ قلت لها يا ستي يا ستي انا ما سمعتكيش وانت بتتكلمي. قالت لي انت ما سمعتنيش، انت سمعتني كويس قوي بس تعمدت انك ما تردش. كلمه من هنا وكلمه من هنا. لا قامت الحريقه. لا بانت الحقيقه، الحقيقه اللي كانت مختفيه من زمان، باشت الطوبه اللي بتدخل فيها الميه لمده 30 سنه. وبعدين اسمت ابتدت تعيط. والغريب يا اخي ان الاول مره ما احسش ناحيتها باي شفقه. قلت لي انا خلاص مش قادر استحمل اكتر من كده. قلت لها وانا كمان. قالت لي حياتنا مع بعض اصبحت مستحيله. قلت لها صح. قالت لي لازم نسيب بعض. قلت لها وجب. قالت لي نهائي. قلت لها يا ريت، واتفقنا على كده. قول لي انتوا اتعشيتوا امبارح؟ انت هتعمل عليها يا دكتور؟ العشاء ملوش دخل. قعدنا 30 سنة نفطر ونتغدى ونتعشى ملل وروتين وأدب واحترام، وده اللي تعب معدة جوازنا. قال له إن ما كانش يقابلني دلوقتي حالا فأنا مش هستنى هنا دقيقة واحدة بعد كده. وبعدين بقى؟ طيب الظاهر قلقت يا أخي. تتفرق؟ أنا لسه ما كملتش. من غير ما تكمل لازم تفهم يا علوي إنه إذا كان كل زوج وزوجة بمجرد ما يحصل بينهم خلاف صغير يروحوا سايبين بعض كده، يبقى مش هتلاقي حد في البيوت. البيوت كلها هتفضى وأزمة المساكن هتتحل، لأن الكل هيبقى يا إما في المحاكم يا إما عند المحامي يا إما عند المأذون. إنتوا اللي جوه. يوه معلش 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 معلش، خش إنت هنا في الأوضة دي. ها يلا تعال واقفل عليك الباب ده لحد ما أقابلها وهديها. خش خش. أمر لله. انده لعصمة هانم يا ولد. طبعا ما هم اللي احباب ونص اصحابي يا استاذ. انت وعلوي اصدقاء ليا بنفس الدرجة. بس انت راجل زيه يبقى هتنحاز له. انا بنحاز للحق. امال جاي ضدي ليه؟ ما حصلش. طب بتقابله قبل مني ليه؟ بتقعد معاه الساعات دي كلها ليه؟ انت بتصرفك ده تبقى قلت رأيك خلاص، وبالتالي تبقى المقابلة دي ملهاش لازمة. انا ماشي. استني يا عصمة هانم استني. اولا انا مستعد اقعد معاك واسمع منك اضعاف المدة اللي قعدتها معاك. ثانيا انا قابلته الاول لان مكالمته ليا كانت قبل مكالمتك انتي. بس انا ست يعني ليا الاولوية. لا لا لا، الست والراجل متساوين امام القضاء. القضاء بيدي الحق للمظلوم ولا مظلومة؟ والله مسألة مين فيكم اللي مظلوم دي بقى هتبان بعد ما اسمع الحيثيات كلها. يعني انا بكذب عليك؟ طب والله لا انا مش. لا 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 لا. سيبها تمشي سيبها تمشي. استني يا عصمة هانم. اهدي بالله اهدي بالله وعودي اقعدي. تفضلي تفضلي. نخش بقى في الموضوع. ايه الخطأ اللي ارتكبه علوي في حقك او التهمة اللي بتوجهيها اليه؟ كل التهم المذكورة في قانون العقوبات. انا عاوز تهمة محددة. ما اقدرش اقول لك اني في حياتي مع علوي كان في يوم من الايام تجريح او اهانة او زعل. كويس، يعني ما شفتيش معاه ايام وحشة. لكن كمان ما شفتش معاه ايام حلوة. انت لما اتجوزتي علوي كنت بتكرهيه؟ واكرهه ليه؟ يبقى بتحبيه. واحبه ليه؟ الله، امال كان ايه احساسك تجاهه بالظبط؟ علوي بالنسبة ليا كان زي المية. حاجة ضرورية ومهمة بالنسبة لحياة الانسان. اهو ده الكلام. لكن ملهاش لا طعم ولا لون ولا رائح. انا برضو ماليش رائحة. يعني هي دي اللي زعلتك؟ شاير بيقطعني ازاي؟ بذمتك بذمتك انا عملت كده وانتوا بتتكلموا مع بعض؟ ما تتكلم يا مت. انا افضل حاليا ان اكون على الحياد. على الحياد؟ لا، يا اما انت معاه يا اما معايا. انا مع الحق. تبقى معايا. المسائل ما تتخدش كده يا عصمة هانم. بس تبقى معاه هو. والله لا. استني استني بس استني. سيبها تمشي سيبها تمشي. كده؟ طب والله ما انا ماشي. ايه ودي قاعدة؟ وبعدين يا علو بيه لعب العيال ده. الله يا اخي في الباب عليك. يا سلام. طب قولي انت مش اتجوزت عصمة عن حب؟ حب؟ وعلى ايامنا كان في حب،
ما انتش فاكر لما كنت انت في الحقوق ولا في المهندس خانة، وكان معروف عني اني طالب مجتهد ورزين وعاقل. ايوه، وكنا مسمينك القفل. طب ما انت فاكر اهو، ده انا كنت ببقى ماشي في الحارة ولا واحدة بصت عليا من ورا المشربية اعرق واتلخم ورجلي تلف على بعض وتقول لي حب. امال اتجوزت عصمت ازاي؟ عثمان لي. عثمان لي؟ ايوه عثمان لي، يعني ما شفناش بعض غير ليلة الدخلة. ما انت كمان اتجوزت كده وكل الناس كانوا بيتجوزوا كده عثمان لي. ما تهربيش من الحقيقة، انت بعد الجواز حبيتي علوي. وانا كنت جربت الحب قبل كده عشان اعرف اذا كان هو ده الحب ولا لا. انا خرجت خام من بيت ابوي على بيت الزوجية عادل، يعني عثمان لي. وبعدين مصلحة الرأي نقلتني السودان بما هي عالية فسافرت. وليه ما خدتش عصمت معاك؟ كانت ايامها حامل في ميرفت. وخلال الكام سنة اللي قعدتهم في السودان ما خبيش عليك كنت حاسس اني بحبها اكتر على البعد. عظيم. واول ما رجعت من السودان وكل حب وشوق وحنين جاتي قابلتني على المحطة. ها، وكانت مقابلتها ازاي؟ جرد المية ساعة ونزل على محسوبك. الله الله الله، ازاي؟ سلمت عليها زي ما تكون واحد صاحبي، فتحت لها دراعاتي عشان اخدها بالحب، بعد حط لي فيها ميرفت. ما هو اصل اللي زي دول اتربوا تربية محافظة عثمان لي، تمنعهم من التعبير عن شعورهم بالاساليب دي. ايوه يا سيدي، يوم والتاني ورجعنا اخوك عند ابوك، نفس الملل نفس الروتين. وليه ما تسميهوش استقرار منزلي؟ ده اسمه موت منزلي. ومن نهارها نهارها بقت كل ما اعز احبها اروح مسافر بعيد عنها. وجود ميرفت بينا كان بيخفف كتير طبعا، لكن من نهار ما اتجوزت رامي وسابت البيت فضلت انا وهو وشنا في وش بعض. على العموم انا بعد ما سمعتكم انتوا الاثنين اقدر دلوقتي ارسم صوره الحياه بينكم بالظبط. عارفاه صورة حياة زوجية مملة تافهة كريهة. لا 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 لا، يجوز ان الصورة الوانها بهتت شوية، لكن الصورة فيها اصالة وممكن تتلون تاني وتزهزه من جديد. انت بتحاول تخفف من مرارة الواقع، لكن انا رتبت نفسي على الانفصال خلاص. طب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ انك ما تحاولش تصلح، انت بس تكتب لنا الورقة اللي قلت لك عليها دي وتتكل على الله. طوعيني يا عصمت هانم، هتكتشفوا بعدين ان اسباب التفاهم والاتفاق والعشرة الحلوة اقوى بكتير من اسباب الانفصال، بس هيكون فات الاوان وحتندموا. انا ندمان على التلاتين سنة اللي راحوا من عمري دول، الطريق كان طويل طويل وانا تعبت تعبت. انا عايز اموت بقى، عايز اموت عايز اموت. الو ميرفت هانم، انا مكرم، في موضوع على درجه كبيره من الاهميه عاوز اتكلم معاكي فيه شويه، ممكن اجيلك امتى؟ وهو كذلك. ازيك يا ميرفت يا بنتي؟ انكل مكرم. الله 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 الله، هو انت عرفتي؟ كل شيء هيتصلح ان شاء الله. لا، اللي انكسر مش ممكن يتصلح تاني ابدا. ازاي بقى؟ ما انا هحط ايدي في ايدك و... ايوه لازم تحط ايدك في ايدي، لاني محتاجه لك جدا كمحامي. لا لا لا، كمحامي لا، كصديق. ايوه لا، كمحامي عشان ترفع القضيه. قضيه ايه؟ قضيه على رمي جوزي عشان تخلصني منه. ايه؟ انا عايشة في جحيم، جحيم يا انكل. انت رخرة، هل جبتك يا عبد المعين تعني؟ قصدك ايه؟ لا 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 ابدا، بس اصل النهاردة بالذات كانت في ناس تانية كده بيكلموني في قضية من نفس النوع، الظاهر ان المكتب ابتدى يشتغل تاني. ربنا يفتح عليك، بس قضيتي انا الاول. طبعا طبعا طبعا، احكي لي يا بنتي ايه اللي حصل بالظبط. حاضر حاضر. ايه يا عيشة، علو بيه والهانم عاملين ايه؟ نار واندلق عليها زيت حار، ما بيكلموش بعض، ودلوقتي كل واحد فيهم بيحضر في شنطه. مين يا عيشة؟ اهلا اهلا يا متر، انا جايلكم في موضوع خطير جدا. لا مؤاخذة يا مكرم بيه، اصل بحضر الشنطة. على فين؟ على لوكندا. قول له انا اللي حاسب البيت. وتروحي فين؟
عند بنت ميرفت. ما هو ده اللي انا جاي لكم عشانه. قول لها انا اللي هخرج وهي تستنى في البيت، لان البيت بيت الست. قول له انا مصمم على رايي. قول لها رايك ما يهمنيش في شيء، وده قرار النهائي عن اذنكم. سامع؟ خليك شاهد. مش ده المهم دلوقتي. امال ايه المهم؟ هو انا خلاص ماليش اي اعتبار عندك؟ اسمعيني بس. وعلى فكره انا هتنزل لها عن المعاش، وتبقى تروحي تقبضه كل اول شهر. اكتب الكلام ده في الورقه يا مكرم. قل له معاشه يخليهوله، مش عاوزه منه حاجه، وإيراد عمارة العباسيه كمان هبعتهوله. قل لها العماره دي بتاعتها باسمها. قل له لكن هو ليه فيها النص. اكتب اللي بقول لك عليه يا مكرم. لا اكتب اللي بقول لك عليه انا وبس. يوه اسمت هانم، انا رحت لمرفت عشان اكلمها في الموضوع بتاعكم ده. وليه تقول لها بس؟ ما انا ملحقتش. مفيش غير قميص واحد نضيف. استنى هنا انا عاوزك شويه. قول لها فين بقيه القمصان. مش هقول حاجه من دي. قول له بقيه القمصان عند المكواجي. والمكوى ما جاتش ليه؟ لان المكواجي ما يعرفش انه عاوزهم دلوقتي. يعني هتيجي امتى؟ ما اعرفش. قول لها ما اقدرش افضل قاعد هنا مستني المكواجي. قول له هو حر يا اخي. سامع؟ اثبت الكلام ده عندك في الورقه. ما انا بقول لك اثبت انت شويه، خليني اكلمك. مش فاضيلك. وما تنساش تكتب في الورقه ان هاخد معايا شبشب الحمام. ايوه شبشب الحمام من حق الزوج. قول له ان شاء الله ياخد معاه الحمام كله. ماما ماما. مين؟ ميرفت. ميرفت مالك بتعيطي ليه يا بنتي؟ انا ماليش غيركم في الدنيا دي، وضبوا لي اوضتي القديمه، انا حاسكم معاكم هنا. ده بيتك ومطرحك يا بنتي، في حاجه؟ الله، هو انكل مكرم مش قال لكم؟ هم ادوني فرصه. قال لنا على ايه؟ اني حاسب رامي. ايه؟ ايوه، هو هيعيش معاكم هنا في البيت الجميل ده، البيت اللي كله دفء وحنان ومحبه. انت بتقولي فيها؟ لكن ايه السبب يا ميرفت؟ اكتشفت ان رامي بيخدعني. بيخدعك؟ ازاي؟ عندك دليل على الكلام ده؟ ايوه، جواب جابه له واحده بخط ايدها اسمها زيزي، وبكل بجاحه اديته للبواب يطلعه اهو. وريني وريني. ملوش اي معنى. ها؟ ازاي ده يا ماما؟ ايه راح انت يا بابا؟ لا انا مكتفي براي والدتك. دي بتقول له ان الميعاد النهارده على الغداء في مطعم عيش الحب. اهو كلام على ورق، لكن هل حصل؟ مش يمكن الجواب ده مدسوس؟ حق، هو معقول اني واحده تبعت لواحد متجوز جواب في بيته؟ يمكن ميعاد بريء ما فيهوش حاجه. صح، ابوكي عنده حق. ايه ده؟ انا عمري ما شفت اتنين متفقين مع بعض في موضوع واحد زيكم. عقبال بقية المواضيع يا بنتي. وانتي بالذات يا ماما اللي بتقولي كده، انتي اللي طول عمرك تقولي كله كوم وكون الزوج يخدع مراته كوم تاني. في حاجات كتير افظع. افظع من كده؟ ايوه، لما الزوج والزوجة يفقدوا الحماس والاهتمام ببعضهم وبحياتهم الزوجية. لكن الشد والجذب والخناق هما اللي بيدوا للحياة الزوجية طعم وسعادة. بس خلي بالك يا ميرفت يا بنتي، السعادة دي عملية ممارسة يومية، يعني لازم تغذيها بنفسك كل يوم عشان تضمن استمرارها. طب ما هو ده واجب على الزوج كمان. حق. انا بقترح انك تقطعي الجواب ده، وما دام رامي معرفش عنه حاجة يبقى مش هيروح الميعاد، ويا دار ما دخلك شر. نعم نعم، ده هو ده دليل الجريمة اللي هنقدمه في القضية. انت مصممة برضو على القضية؟ هاي. يا بنتي انت سنك لسه صغير على الحكايات دي. اما كنتش هخلص منه دلوقتي اخلص منه امتى؟ لما بقى في سنك انت وبابا. ها ومعقول ان ابوك وامك يعملوا عاملة صوتة زي دي؟ الناس تقول عليهم ايه؟ ها؟ شابت لحاهم والعقل لسه ما جاهم؟ ما تختشي بقى يا جدع انت. افرض يا ماما ان بابا كان خدعك في يوم من الايام، كنت عملت ايه؟ اخرسي، ابوكي اشرف راجل في الدنيا. اديني الجواب ده وانا هروح دلوقتي حالا اواجه الولد الندل ده. صحيح يا بابا، يا حبيبي يا بابا. وهتاخد ماما معاك طبعا. لا ملوش لازمه، لان لا لازم، عشان تقعدوا معاها انتوا الاثنين قاعده، وانا عارفه ماما هتتصرف ازاي في الحالات اللي زي دي. صح، يلا بينا. اهلا اهلا يا حمايا. اهلا يا حماتي. اهلا اهلا. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ افتكر اول مره يقولك فيها الشركه مش كده؟ ولو كانوا قدموا شويه ما كانوش لقوني، لاني لسه داخل دلوقتي. كنت فين؟ شغل. شغل؟
على العموم احنا فوتنا عليك مخصوص عشان نعزمك تتغدى عندنا. لا بلاش النهاردة، أصلي هتغدى برا. بس وقع رامي، أحسن لك تتغدى عندنا. مش ممكن يا حماتي، ده شغل. شغل في عش الحب؟ ما الحب يبقى فين؟ في عش الشغل. الله، هو حضرتك عرفت منين؟ ما انت انكشفت خلاص. كشفت ده ايه ده؟ ده غداء عمل مع خبراء أجانب. خبراء في أمور الحب والغرام. وزيزي طبعا خبيرة الخبرة طبعا. زيزي؟ لا زيزي دي مديرة العلاقات العامة في الشركة عندنا. ايه؟ تحبوا عندها لكم؟ لا لا، وعلى ايه؟ اصلا الدعوة جت مفاجأة، والظاهر ان التليفونات ما اسعفتش زيزي، قامت فاتت على كل المدعوين عشان تبلغهم بنفسها. بقى الحكاية كده. ده انا حتى هاخد مرفت زوجتي معايا. تاخدها فين؟ في عش الحب؟ ايوه، لان الاجانب دول معاهم زوجاتهم. بس انا مش عارف، عمال اضرب لها في البيت ما حدش بيرد. ما هي اصلها عندنا من بدر. عندكم؟ طب انا هكلمها دلوقتي عشان تستعد وافوت عليها. ظلمنا الجدع، ويا ما في الزواج مظاليم. يلا يا مرفت هنتاخر كده. طيب يا اخي ما تسربعنيش. يلا بينا. باي باي يا ماما. مع السلامه يا بنتي، مع السلامه. باي باي يا عمي. مع السلامه. خلي بالك منها يا رامي، حطها في عينيك. دي عملت طيب عشان رجعت البنت دي لعقلها؟ انا ما عملتش حاجة، البركة فيك انت. لا برضو لا، انت اللي كان كلامك موزون وتصرفك حكيم. لا انت. علوم، قبل ما نسيب بعض احب اقولك انك طول عمرك ست حكيمة ومخ كبير. وفادوني بايه دول؟ ازاي بقى؟ خلوكي ربيتي بنتنا احسن تربيه. طب انا ماشي بقى. مش هتتغدى؟ لا مش عاوز اتقل عليك اكتر من كده. طب على كيفك. لكن مادام مصممه قوي كده استنى. هو الاستاذ مكرم مش جاي؟ مش عارف، هو وصلنا وقال انه هيطلع المكتب. تعبناه معانا. وعلى الفاضي، ما نبني الا البستفه اللي قاعد يبستفها لي. وانا كمان، ولو انه قال كلام معقول برضو. لو كنت انا وانت بنصارح بعض من زمان. ما احنا عمرنا ما صارحنا بعض الا امبارح، جت متاخره. بس كلامك كان قاسي قوي. لانه كان حقيقي، ودايما الحقيقه بتوجع. ايوه بس ممكن الواحد يقولها بشيء من الحنان. الحنان موجود. عمرك ما قلتي لي انك بتحسي ناحيتي بحنان. الحنان ما يتقالش، الحنان يتحس بس. الدور والباقي عليك انت. شغل الراجل هو الاسلوب اللي بيعبر بيه عن حنانه وحبه لمراته واولاده، وكذلك شغل البيت بالنسبه للست. عن اذنك استني بس يا عصمت، احنا لسه ما خلصناش كلام. طب ارجوك قول اللي عاوز تقوله بسرعه، لحسن انا حاسه ان انا تعبانه ورجليا مش قادره تشني، زي ما اكون كده مشيت عليهم 50 كيلو. عندك حق، احنا مشينا مشوار طويل قوي من امبارح لحد النهارده، نرفزة مع جهد نفسي وقلة نوم. لكن المهم اننا بعد المشوار ده بقينا نشوف احسن. نشوف ايه؟ نشوف حقيقة الصورة اللي قعدنا نرسمها احنا الاتنين لمدة 30 سنة. نشوف ان الروابط اللي بتجمع بينا لسه موجودة وقوية، حتى لو عمينا عنها في وقت من الاوقات. مش من حقنا ان نقطع الروابط دي بسهولة كده. بحيني يا عصمت، انت بتعيطي. أصل عمرك ما قلت لي الكلام الحلو ده قبل كده، ما قلتوش ليه من زمان، ما قلتوش ليه من زمان. ما لو كنت أعرف إنه أديك عرفت أهو. يبقى أنا هعوض لك السنين اللي اتخلص فيها لساني دي. يعني كان لازم يحصل اللي حصل ده عشان نعرف إننا بنحب بعض الحب ده كله؟ يظهر كده يا عصمت، لأن امبارح ما كنتش متصور إن فيه في قلبي شوية حب قد كده علشانك. ودلوقتي طفح ودلدق حب علوي. عصمت، الاستاذ مكرم وصل. انا حضرت الورقه اللي طلبتوها ايه، وطبعتها على المكنه من نسختين. ورقه ايه؟ الورقه اللي هتحدد علاقتكم الماديه بعد الانفصال. علاقات ايه وانفصال ايه اللي بتقول عليهم دول يا سيد؟ مالكش دعوه انت، دي مسائل عائليه ما بنحبش ندخل فيها حد. ايه؟
مش معقول. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول.